الكسس مندومو فاول، محمود محمود بسيوني حكم الساحه مدي فاول قريب محمود بسيوني، وده كارت اصفر كمان لالكسس مندومو. يبقى البطاقه الصفراء الاولى لنادي الزمالك من نصيب الكاميروني هنا في الاعاده، دخل واستخلص الكوره وده الفاول، فاول لصالح نادي الترسانه. شايف انا محمود عبد السلام هيبقى اول تغيير لشواكيش الكره المصريه نادي الترسانه. هيلعب محمد خلف احمد حسن استاكوزا، هيلعب الكوره مقوصه في اتجاه المرمى، عاوزه المتابعه وعاوزه بينه وبينكم عاوزه اصرار وقلب يعني من لاعبي نادي الترسانه عشان يحسنوا من وضعهم ويرجعوا. مش فارق معاهم كتير نادي الترسانه، يهمهم والشغل الشاغل لاداره نادي الترسانه وكل المنظومه الزرقاء، القلعه الزرقاء، شواكيش الكره المصريه نادي الترسانه، يهمهم قوي العوده من جديد لدوري الاضواء والشهره. داخلين على معركه مع خمس فرق وكلهم فرق اصحاب عاملين مجهود رائع جدا في هذا الموسم، وايضا كل فريق عنده طموحاته ان هو يصعد للدوري الممتاز. ترسانه والسكه الحديد ونادي النصر، وايضا معاهم قريب منهم قوي نادي القناه والسويس والشرقيه وكهرباء الاسماعيليه. تمشي الكره جانبيه للاعب اسلام عوض يلعبها وعمل الباسنج او الكروس كده في الناحيه العكسيه، لكن مش لحد خالص، تمشي كره عند محمد جمال. يا سلام عليك ولد، يا سلام على الفنيات العاليه. فعلا هو تريك الصغير محمد جمال، احمد حسن ومحمد جمال، عمليه 1-2 منظمه، تدرج سليم بالكوره من نادي الترسانه. هو ده الترسانه يا جماعه، هو ده نادي الترسانه، هم دول الشواكيش. هشام البطوط يلعب عند وائل عبد الفتاح، وائل لازم يشتغل جماعي بدري عن كده، راجل اتاخر، لكن في فاول. فاول لنادي الترسانه. مشاهدينا الكرام، ووصلنا ل 60 دقيقه لعب و15 دقيقه من الشوط الثاني، ولسه عندنا نص ساعه في كره القدم في الساحره المستديره، لسه كل شيء موجود، ممكن يقلبوا الطاوله نادي الترسانه لو جابوا هدفين. لكن طبعا السؤال بيطرح نفسه، هل الترسانه ممكن يجيب هدفين في نادي الزمالك؟ في كره القدم كل شيء موجود يا جماعه. عموما الزمالك نادي كبير، نادي محترم طبعا، نادي بطولات. الترسانة بيحاول ان هو يرجع لامجاده ويرجع لتاريخه ويرجع للاضواء. هنا الكونتر اتاك والهجمه مرتده معموله بشكل مثالي، تتحط في الناحيه العكسيه لكن مقريه. برافو محمد عبد الله، والله ده محمد جمال، يا سلام عليك يا ولد، واحد من نجوم الترسانة مفيش كلام، بيؤدي بشكل هجومي مميز، شفناه في دور دفاعي عمل سبرنت بشكل ايضا رائع جدا. احمد حسن استاكوزا يلعب عند محمد ابراهيم، محمد خلف يوزع كرة جانبية، في واحد بيتألم سامعه، أنا هنا وأنا في وأنا موجود في 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 أعلى نقطة من الاستاد، سامع لاعب من نادي الزمالك اللي وقع في الأرض ده بيتألم بشكل كبير جدا. هل أحمد عيد عبد الملك ولا إيه؟ ده إبراهيم صلاح، الراجل هنا أهو، شوف في حاجة حصلت كده قبل ما يصل للاعب، هل في تبان يعني خطوة بخطوة. عموما الجهاز الطبي لنادي الزمالك تدخل سريع، والدكتور مصطفى المنيري، وادي طبعا الاعلام والصحافه موجودين في مدرجات 30 يونيو في مباراه كاس مصر في دور ال 32، المسابقه اللي انطلقت 1921 واول مسابقه فاز بيها نادي الزمالك واخر مسابقه فاز بيها نادي انبي لما فازوا على نادي الزمالك في المباراه الشهيره لما فاز فيها وكان القائد الفني الانبي كابتن مختار مختار، وفاز فيها على اللي كان موجود فيها هنا ده، لا يعني كره هنا اصطدام خفيف جدا. هيكمل ابراهيم صلاح، هيكمل ابن المنصوره اللاعب المميز اللي بدايته كانت مع نادي المنصوره ثم الانتقال والتفوق يعني ونقول والنجوميه بقى مع نادي الزمالك. ادي هنا كوره والاعاده لاول اهداف اللقاء، كان فيها كلام ان في ان كان الباك رايت محمد جمال مغاطي، لكن القرار الاخير هيبقى للكابتن ناصر صادق، مش هنقدر نتكلم في التحكيم بشكل تفصيلي، كل ده موجود في استاد النيل مع التحليل المميز جدا مع كابتن ناصر صادق وكل النواحي الفنيه، مع ايضا مع نجوم الكره المصريه ونجوم التحليل ما فيش كلام، مع الاعلامي ايضا المميز الكابتن خالد لطيف والكابتن حسن الشاذلي والكابتن جمال عبد الحميد. نرجع للقاء
ترسانة هتغير أول التغييرات، محمود عبد السلام، صابر رحيل، إبراهيم صلاح خرج هيكمل، ضغط جماعي ما شفناهوش من نادي ترسانة في الشوط الأول، أطعب تمريرة ثلاثية من نادي الزمالك يعني في شورت باص ممكن يعمل مشكلة شوية، هشام البطوط واحد من اللاعبين المميزين، محمد خلف عاوز يشتغل فردي ويحافظ على كورته بكنترول مميز، محمد جمال يحاول ياخد من رجله، لكن الترسانة أفضل في الشوط الثاني. مش ممكن اللي يشوف الترسانة في الشوط الأول ما يشوفش الشوط الثاني والترسانة متقدمين متفوقين مسيطرين، وهو ده الترسانة ما فيش كلام. هيخرج أحمد عبد الله وهيدفع باللاعب محمود بيبسي أو محمود عبد السلام، هو الشهرة كده محمود عبد السلام القادم من نادي الرباط والأنوار نادي البورسعيدي في الموسم الثاني على التوالي مع نادي الترسانة، واحد من اللاعبين المميزين في الانطلاقات الهجومية. خرج أحمد عبد الله واحد من اللاعبين اللي بيأدي الدور الدفاعي فقط، إذن تغيير هجومي كوسط مدافع بوسط مهاجم. خرج عبد الله أحمد عبد الله اللي بيلعب وسط مدافع وبينزل محمود عبد السلام اللي عنده النزعة الهجومية. إذن جمال حمزة بيفكر في التحسين ويفكر في التعديل، والترسانة الشواكيش عاوزة ترجع للتاريخ، والمهم بينه وبينكم أنهم يرجعونا للأضواء. نتمنى للأندية الكبيرة الأندية العريقة اللي زي الترسانة قلنا وزي المحلة وزي الشرقية وزي دمياط وزي المنصورة والمنيا وأسوان، كل الفرق دي يا جماعة وحشونا ما فيش كلام، الدوري المصري وكرة القدم المصرية الدوري في منتهى الشوق لهذه الأندية الكبيرة الجميلة أصحاب الجماهير العريقة ما فيش كلام. تمشي كرة هنا مدي ايه من كرة تتخطأ، هنشوف لاعب جديد من نادي الزمالك اللاعب يوسف حسن مواليد 1992، شيء جميل من السيد جون فييرا بكل اللاعبين اللي بيتمرنوا مع الفيرست تيم او مع الفريق الاول بيدفع بيهم، شاف ان مباراه كاس مصر يقدر يغير فيها من سيستم اللعب، شاف حماده طلبه في الجانب اليمين كباك يمين يقدر ان هو يعمل له اضافه او يقدر يشارك في هذا المكان في الماتشات الافريقيه القادمه القويه جدا لنادي الزمالك، يبقى يكسب ظهير ايمن عنده المواصفات البدنيه القويه. احمد مجدي بيرجعه في المكان عشان يشوفه، بيدفع باللاعب بعض اللاعبين، عموما هنتابع الهجمه. ترسانه محمد جمال ينطلق يحط جسمه بمهاره وعاوز يخترق، لكن ايه مش ممكن يعني عنتر ابن شداد يعني تريكه لكن يعني كان عاوزه شغل جماعي، عاوزه لعب جماعي من محمد جمال، اتلعبت الكوره في الناحيه اتعمل تشيب باص بشكل مميز جدا، قطه يحط جسمه لكن قطه على مين؟ ان اللاعب النيجيري قوي جدا زي الاسد دخل هنا لكن عامل فاول توفيق عثمان، مكاسب كبيره وكتيره لنادي الزمالك سواء ان هو يجرب الصف الثاني، وادي اسلام عوض يجرب حظه يا ولد، يا سلام على التصويب ورائع جدا حارس المرمى ابراهيم محمد، هي دي مكاسب نادي الزمالك في هذا اللقاء، يعني هو المكسب الاول ان هو سيتخطى الترسانه ويصل لدور ال 16، والمكاسب الثانيه هو كل اللاعبين البدلاء اللي ممكن ان هم النهارده يقدروا يطلعوا اللي عندهم ويقربوا من اللعب بشكل اساسي. صابر رحيل يلعبها لكن بدون عنوان، لسه احمد جعفر حاضر غايب، الكسس مندوم يا سلام يا ولد لما جميله والتمريره الاخيره بدون عنوان، توفيق عثمان واحد من اللي عامل مشاكل في منظومه نادي الترسانه اتحطت يا ولد بدون ما يفكر، محمد جمال يحط جسمه تعمل مشكله يا ولد، لعيب واحد ضد واحد يقدر صاحب مهاره ويقدر يسدد في المرمى ويركن يا ولد يا لعيب يا كبير يا محمد يا جمال يا تريكا الصغير، بالفعل هو نجم صاعد واعد، شوف الراجل وفنياته، شوف جماله وجماله وحاططها جميله جدا تعلى العارضه يعني الراجل يقدر يحطها يعني لو كرة نص متر بالظبط تنزل الكرة وكانت يبقى مكانها هدف اول للشواكيش وهدف اول لترسانة. تمشي كرة من احمد جعفر يلمس عند اللاعب يوسف البديل اللي خرج احمد عيد عبد الملك، يوسف حسن واحد من الشباب في هنا فاول لصالح نادي الزمالك، زمالك عمل ثلاث تغييرات،
بدري بدري كده السيد جولاند سيد فييرا المدير الفني عاوز يجرب وعاوز التجربة تنجح بالنسبة له بأن هو يجرب كل اللاعبين اللي بتمرنوا معاه في الفيرست تيم مع الفريق الأول. ده شيء جميل لكن بدري شوية. التغيير الثالث فكرنا بالمباراة الشهيرة في كأس مصر بين المقاولين العرب وبين النادي الأهلي، وكان في هذا التوقيت المقاولين العرب بيلعب في القسم الثاني، وهذا الراجل بيلعب بالنار أحمد مجدي عمل مشكلة لنفسه والنادي الزمالك. وهشام البطوط يا راجل جرب يا راجل ركز، ده انت لاعب كبير ولاعب مميز كان لازم هنا يركز اكتر من كده. لاعب هشام البطوط نجم نادي المريخ، والشيء بالشيء يذكر نادي المريخ يعني بنقول البقاء والدوام لله. فوفاة رئيس النادي سيد محمد شرف الشخصية الجميلة المحترمة ويتوفاه الله في من يوم السبت الماضي، وده واحد من الشخصيات الرياضية المميزة جدا في بورسعيد ومع نادي المريخ، وللفقيد الرحمة ولأهلي الصبر وسلوان. تمشي كرة عند إسلام عوض، إسلام عوض يلعب الكرة الجانبية في الناحية العكسية اللي ما هنا تفرق، تصل الكرة عند قطة يلعب الوانتو وجعفر هاوز يستلم اللاعب أحمد جعفر. هو هي دي قدرات أحمد جعفر في كسر من الثانية، عاوز استلام بدوران يبقى مواجه للمرمى، لكن برافو حمد علوان. تمشي كرة من محمود عبد السلام، محمود عبد السلام عند محمد جمال، جمال لمسته جميلة في الكرة، محمد خلف صاحب المجهود البدني الجميل، هما دول ترسانة يا جماعة، وهو ده الأداء المقنع الممتع الجميل. محمد جمال يتخطى واحد واثنين، اتحطت بتنظيم أو منظومة هجومية ممتازة جدا عرضية، لكن إليكسيس موندومو يأمن واستلام بثقة، ثقة كبيرة جدا لكن فيها ريسك شوية. استلام من محمود عبد السلام، محمد إبراهيم والترسانة شيء جميل جميل في الشوط الثاني. الله على الترسانة في الشوط الثاني يا جماعة، شيء جميل جدا. هي دي الكورة، محمود عبد السلام الاستلام والمهارة، ويتخطى واحد والتاني ويربط بقى بشكل جماعي يكمل، لكن يا راجل يعني مجهود كتير قوي كتير قوي من محمود عبد السلام. أحمد مجدي حط جسمه واستخلص، صبر رحيل تعب خلاص ومفيش تغييرات. قلنا المباراة الشهيرة بين المقاولين العرب والنادي الأهلي لما مانويل جوزيه واحد يعني كان مباراة كانت صعبة جدا في تاريخ النادي الأهلي. نكمل الكرة الأول، لما الكرة تطلع نكمل المعلومة، هجمة وهجمة مضادة لنادي الزمالك، أحمد جعفر حاططها في مساحة وقال لك يلا انطلق، والراجل انطلق بقوته وسرعته، والسرعة وليدة القوة، لما يبقى واحد قوي السرعة يعني يبقى أيضا عنده سرعة. تمشي كرة عند إسلام عوض، إسلام عوض لاعب نادي إنبي السابق، إليكسيس موندومو وهو واقف كده يعمل باص 30 متر يلعب عند إبراهيم صلاح، هيبدأ لاعبي نادي الزمالك يلعبوا الكرة من الثبات. ده شيء مهم قوي، إن الكرة مبدأ في كرة القدم إن الكرة أسرع من اللاعب، شيء منطقي من نادي الزمالك عشان ما يرهقوش نفسهم. ينطلق قطة يلعبها عرضية لكن واقف تمام اللاعب توفيق عثمان. حمادة طلبة اللي نجح في ناحية اليمين، وهو أيضا بيلعب في كباك يمين لكن عنده مشاكل شوية في الاختيارات في الاختراق في توقيت عشان تروح وتهاجم الخصم. عموما في حاجات كده بتبقى عند اللاعب يقدر يصححها ويصلحها له المدير الفني أحمد عين عبد الملك اللي خرج ونزل البديل الثالث والأخير يوسف حسن. هنكمل الزمالك يكمل بالموجودين في الملعب. نادي الترسانة لسه عندنا فرصة أو عندهم فرصة الجهاز الفني إن يدفع بكروت أو كارتين بعد ما عمل التغيير الأول. تشيب باص من سعيد قطة، إسلام عوض يلعب عند أحمد جعفر، حمادة علوان عامل فاول، إليكسيس موندومو ممكن يلعب هنا بسرعة، لكن لاعبين كبار لعبوا في نادي الترسانة من أندية كبيرة زي قلنا زي اللاعب علي ماهر نجم النادي الأهلي والترسانة، وأيضا حسام حسن تصويبة عالية كورة، أحمد صالح نجم النادي الزمالك والترسانة أيضا لاعبين مميزين جدا، محمد عبد الواحد نجم نادي الزمالك واللي بيلعب في نادي ليورز البلجيكي دلوقتي. لاعبين يعني الترسانة يعني اللاعبين الكبار، ترسانة يعني الزمن الجميل لما فازوا ببطولة الدوري مع الكابتن الشاذلي ومصطفى رياض، وأقوى ثنائي كرة قدم مصري شهدته الملاعب المصرية. تمشي الكورة